أهلا بكم. في الوقت الذي كان اليمنيون بجميع أطيافهم ذاهبين لتأسيس دستور جديد للبلاد وتطبيق مخرجات الحوار، أخذ الحوثيون وصالح أسلحتهم واقتحموا المدن وأسقطوا الدولة وعطلوا كل الحلول السياسية التي كان يفترض أن يذهب إليها اليمنيون. عداء الإماميين الجدد للدستور ليس موقفاً جديداً، فذات الموقف اتخذه أجدادهم في ثورة 48، بل وصل الأمر بهم حد اتهام الثوار بتهمة المدستيرين، أي الخارجين عن الملة بالمفهوم الذي صكه الإمام حينها. إذن لماذا هذا الموقف الرافض لفكرة الدستور؟ يعمل الدستور في أبسط مفاهيمه إلى تنظيم علاقة المواطن بالحاكم وضمان التقسيم العادل للسلطة والثروة، وهو الأمر الذي ضمنته مؤخراً مخرجات الحوار الوطني التي اتفق عليها اليمنيون في نهاية عام 2013. فهل هذا هو سبب وقوف الإماميين الجدد وعلي صالح موقفاً معادياً لفكرة الدستور ودولة القانون؟ ماذا عن الفيدرالية والستة الأقاليم؟ هل هي لصالح اليمنيين فعلاً؟ وهل كان الانقلاب انقلاباً على فكرة الأقاليم التي ستوزع السلطة بين جميع اليمنيين وتمنع احتكارها في طرف واحد؟ ماذا عن ثورة 26 من سبتمبر؟ كيف تعاملت مع الوضع القانوني الجديد للجمهورية وفكرة سيادة الدستور فيها؟ مشاهدينا، فكرة الدستور بين الجمهورية الأولى والجمهورية الثانية وسر العداء الشديد لهذا المبدأ من قبل الإماميين الأولين والإماميين الجدد سوف تكون حلقتنا لهذه الليلة حول هذه المحاور ضمن الملف الذي خصصناه في المساء اليمني للاحتفاء بالذكرى 55 لثورة سبتمبر المجيدة. نبدأ النقاش بعد التقرير. منذ اللحظة الأولى للوطنية اليمنية الحديثة قبل منتصف القرن العشرين، حضرت معركة الحرية اليمنية خطوة بخطوة إلى جانب معركة الدستور كعنوان للنضال السياسي والاجتماعي والاقتصادي لليمنيين في بناء دولة حديثة. كان الدستور بالنسبة لليمنيين ضرورة سياسية واجتماعية وثقافية، كون الدساتير ترتبط بطبيعة الأوضاع الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية في المجتمع. يرفع الأحرار الدستور كقيمة عليا وأساس نظري للحقوق والحريات. والثورة الجمهورية في اليمن ارتبطت بالدستور مثلها مثل الثورات الإنسانية وحركات التحرر ضد الاستبداد، بالإضافة إلى ظهور الأفكار القومية وانكماش الاستعمار الذي كان من الأسباب والدوافع الرئيسة في دسترة العديد من أنظمة الحكم. يعد اليمن من البلدان النادرة في المنطقة التي شهدت فيه معركة الدستور حضورا واسعا. قدم اليمنيون الأحرار في سبيله العديد من الشهداء الذين أعدموا في ساحة الإمامة بتهمة أنهم دستوريون جاءوا لاختصار القرآن بكتاب يكتبه البشر كما كانت تروج له آلة الدعاية الإمامية. كانت لفظة الدستوري تعد تهمة على المواطن اليمني وجريمة متكاملة الأركان قبل ثورة سبتمبر التي نعيش ذكراها، بينما لا تزال الذهنية الإمامية والذهنية الأيديولوجية تتخذ مواقف رجعية من الدستور باعتباره العقد الاجتماعي الذي يؤسس للسيادة الشعبية ويرى أدعياء الحق الإلهي غير ذلك. عقود طويلة من معركة الدستور اليمنية من الثورة الدستورية إلى الجمهورية الشطرية إلى الجمهورية الموحدة والمركزية إلى مسودة دستور الدولة الاتحادية الذي تعرض للاختطاف من قبل ميليشيا الانقلاب. فكرة الدستور بين الجمهورية الأولى والجمهورية الثانية تبدو حاضرة في اللحظة اليمنية الراهنة، وموقف الميليشيا الحوثية من فكرة الدستور هو امتداد لذات المسلك الإمامي باعتبار الانقلاب حركة رفض لمسودة الدستور الاتحادي الجديد ومخرجات الحوار الوطني من قبل الحوثي والمخلوع وبعض الأطراف المركزية التي لديها عقدة من توزيع السلطة والثروة على أساس يمني اتحادي لا مركزي.
إذن شاهدنا التقرير عن موضوع هذه الحلقة، ونبدأ النقاش مع ضيفنا من باريس فؤاد عامر الباحث في القانون. أهلا بك أستاذ فؤاد. أهلا بك. في المستهل أستاذ فؤاد، ما هي وظيفة الدستور في أي دولة؟ نعم، الدستور هو إجمالاً هو تعبير عن أو انعكاس للإرادة العامة لمجموع الشعب أو جميع قطاعات الشعب. من خلال الإرادة العامة هذه يحصل أن يتفق الجميع على شكل العقد الاجتماعي بين جميع مكونات الشعب وفئاته وطبقاته بمختلف تنوعاتها من أجل تحقيق رؤيتهم في شكل الدولة التي ستنظم هذا الاجتماع المدني على أرض معينة. طبعاً فكرة الدستور هي فكرة أحد الأفكار التي جاءت مع فكرة الدولة الحديثة التي بدأت من القرن مع بداية القرن 18 والقرن 19، وتعرضت إلى تشويه كبير من قبل سواء النخب العسكرية الحاكمة في العالم العربي ودول العالم الثالث، أو من قبل الخطاب الديني الكهنوتي، بحيث أصبح الدستور أصبح كفراً، والديمقراطية أصبحت مختزلة في انتخابات مزورة، العلمانية أصبحت تغريباً، الفيدرالية أصبحت تقسيماً، والجمهورية أصبحت توريثاً. يعني هذه كلها مضامين وتعتبر هي أسئلة البدايات. أي مجتمع يريد أن ينظم اجتماعه المدني في العصر الحاضر يجب أن يجيب على هذه الأسئلة، والدستور هو يقدم إجابات لهذه المفاهيم ويضمنها في وثيقة تعتبر وثيقة سامية أعلى من كل القوانين. الدستور أحد مفاهيمه ومضامينه يعني حكم الشعب وليس حكم الفرد أو الطائفة. الدستور في أحد مضامينه يعني أن هناك مواطن وليس رعية، وهو بما يعني هناك قطيعة تامة مع المفاهيم القديمة للحكم التي اعتبرت المواطن مجرد رعية ليس له حول من أمره ولا قوة. الدستور في أحد مضامينه أنه يرتبط بمفهوم الدولة ككيان وشخص اعتباري وليس كشخص معنوي فردي، بمعنى أن يعني إذا رأينا مثلا لويس السادس عشر قبل الثورة الفرنسية يقول أنا الدولة والدولة أنا، بمعنى أنا كبير القضاء، أنا المشرع الرئيسي، أنا المسؤول الأول في هذا البلد، وأعتمد في نظريتي في الحكم كما كانت مثلا في الملكيات الأوروبية قديما أو في غيرها تعتمد على نظرية. هذه النظرية تأتي أنه أنا ظل الله في الأرض، أنا أمثله، وهو ما رأيناه سابقا في الأيام الأخيرة من خلال احتفال الحوثيين خلال تظاهرة بالانقلاب 21 سبتمبر، الذين اعتبروا الولاية هي نظريتهم في الحكم، رغم أن اليمنيين مروا في عدة تجارب ووثائق تؤسس لاجتماع وعقد اجتماعي جديد لمستقبلهم، سواء انتهاء إذا بدأنا من الأخير من مفرقات الحوار الوطني ومسودة الدستور، وقبل ذلك محاولة الانقلاب على وثيقة العهد والاتفاق، وقبل ذلك أيضا على الدستور اليمني، الدستور ثورة 26 سبتمبر. ومضمون هذه الوثائق كلها في محصلتها النهائية رغم كثير من الملاحظات عليها أنها تحقق حكم الشعب نفسه بنفسه، تقترح تغييرا، تقترح علاقات جديدة تنظم العلاقة بين الحاكم والمحكوم. الحاكم هو خادم للشعب وليس سيدا له، وهذا ما ترفضه الإمامة. خلال الأيام والأسابيع الماضية كما قلنا سابقا أن حصل تركيز كبير من خلال الميليشيا الحوثية والإنقلابية في داخل صنعاء من أجل إقناع الناس، محاولة إقناع الناس بفكرة بائدة. الفكرة البائدة هذه هي تقول أن نظرية الحكم تقوم على أساس الولاية، على أساس الاصطفاء الإلهي، تعتمد على موروث من التاريخ من النصوص الدينية الإسلامية سواء في شقها الشيعي أو في شقها السني، التي تحصر الخلافة في داخل قريش، في داخل آل بيت النبي الكريم محمد. هذه نظريتهم وهي فكرة بائدة مناقضة طيب للعصر. سأعود لسؤالك حول هذه النقطة، لماذا بعد 55 عام من ثورة سبتمبر ما زال هناك ربما تقبل من قبل البعض لما يراد من قبل الإماميين الجدد والحوثيين للترويج لهذه الفكرة التي وصفتها أنت بالبائدة؟ إذا ما عدنا قليلا إلى ما بعد ثورة السادس والعشرين من سبتمبر، كيف تقيم تعامل ثوار
سبتمبر مع فكرة الدستور، هل جسدوا هذه الفكرة وتحديدا ما يخص سيادة القانون وما تقتضي مفاهيمه؟ كيف تقيم تعاملهم ما بعد الثورة؟ نعم، حقيقة الإصلاح محاولة يعني باعتبار يعني إذا أراد أي مجتمع أن ينظم نفسه وأن ينتمي للعصر الحاضر يجب أن يبدأ أساسا كما قلنا من أجل الإجابة على أسئلة البدايات وتنظيم اجتماعه في الدستور. الإصلاحيون اليمنيون المقصود بهم يعني الذين حاولوا أن يصلحوا البلد وأن ينقلوها من فترة التخلف إلى فترة الانتماء إلى القرن العشرين والقرن الواحد والعشرين، بدأت محاولاتهم مع ثورة عام 1948. ثورة عام 1948 كانت ثورة دستورية، كانت حاولت إصلاح من الداخل، بمعنى عدم القضاء على النظام الملكي وإنما محاولة إصلاحه بحيث تصبح ملكية دستورية. كانت إذا أردنا أن نشبهها بمثال من التاريخ المعاصر الحديث، أخذت النموذج البريطاني. النموذج البريطاني كان يأتي بالإصلاحات من أعلى إلى أسفل، بمعنى أن الدولة والسلطات الحاكمة والعائلات البريطانية كانت تتفاعل إيجابيا مع مطالب الشعب، تنازلت عن كثير من السلطات للمكونات للبرلمان للشعب لسلطات القضاء ثم بعد أن فشلت هذه المحاولة، ثورة 26 سبتمبر جاءت أخذت بنموذج آخر وهو النموذج الثوري والتغيير الراديكالي على نحو ما كانت الثورة الفرنسية، بحيث أنها أرادت أن تغير تماما النظام الملكي وتكتسه نهائيا وتأخذ بالنظام الجمهوري. لكن الذي حصل بعد ذلك أن الدساتير لم تكن ملبية بالشكل الكافي. طبعا يعني كأي مجتمع لازم أن يعني هناك مرحلة تطور تدريجي وتاريخي لا يجب أن نصل إليها، لكن الدساتير إذا تم قراءتها، الدساتير التي لحقت عن من عام يعني الدستور ثورة سبتمبر 26 سبتمبر وحتى اليوم، كان فيها خلل كبير في مسألة توزيع السلطات. مبدأ الفصل بين السلطات لم يكن مكرسا، كان هناك خلل في بعض المؤسسات التي يجب أن ترعى يعني فكرة حماية المواطن وحماية حقوقه وأيضا تنظيم المؤسسات، تنظيم العلاقة طيب بين المؤسسات في حينه في تلك اللحظة، في لحظة أستاذ فؤاد، في لحظة ثورة 26 سبتمبر، هل كان الدستور في ذلك الوقت ملبي لطموحات الثوار بالقياس إلى تلك الفترة؟ يعني ربما فيما بعد تدخل الحاكم وفرض ما يريد وفصل السلطة على مقاسه، لكن في لحظة ثورة 26 سبتمبر التقييم لذلك الدستور، يعني هو يجب أن نحاكم، لا يجب أن نحاكم يعني النخب السابقة التي قامت بالثورة والثوار في ذا بمقاييس العصر الحاضر. طبعا كل تجربة كما قلنا يعني أي تجربة أي بلد لازم تخضع إلى يعني تمر بمراحل تطور تدريجي كبيرة، لكن أول انتكاسة كانت مثلا إذا بدأنا بأهداف ثورة سبتمبر. طبعا إذا رأينا المسودة التي كتبها حطها بيدها قائد ثورة سبتمبر الشهيد علي عبد المغني، في المسودة التي كتبها بخط يده وهناك وثائق عكستها في هذه، كتب القضاء على الأنظمة الملكية على النظام الملكي الفاسد. طبعا أول خطوة كانت هي يعني هي حذف هذه العبارة من المسودة، وتم يعني استكمالها بالهدف الآخر وهو القضاء على الاستبداد. طبعا عبارة تقبل أكثر من تفسير، ثم بعد ذلك محاولة الثوار الوصول إلى صيغة توافقية مع ومحاولة استيعاب الملكيين في النظام الجمهوري الجديد، الأمر الذي حصل في اتفاقية خمر وحرب، وتم من خلاله عدم مجابهة وعدم التضمين دستوريا بتجريم الهاشمية السياسية وتجريم الإمامية بشكل صريح في الدستور. كل هذه العبارات المائعة والغير صريحة كانت بداية انتكاسات. طبعا في هذا الوقت كنا نخضع إلى مؤثرات المجتمع الإقليمي والدولي، المصالحة والاتفاق السعودي المصري من أجل الوصول إلى نوع من أنواع الصيغة التصالحية بين الجمهوريين والملكيين، وحين قبل فصيل من الثورة ذلك تداعياتها أوصلتنا إلى ما أوصلتنا إليه، وهذا ما ينبغي أن يتم تداركه الآن في توجهنا نحو المستقبل في مسودة الدستور الجديد. إذا مستقبلاً يجب أن يتم النص صراحة على مثل هذه المفاهيم، تجريم الهاشمية السياسية، تجريم استخدام الدين
في المجال السياسي. طيب سأعود للنقاش معك في هذه النقاط أستاذ فؤاد، وأشرك معنا في النقاش الآن من نيويورك سفيرنا لدى الولايات المتحدة الأمريكية الدكتور أحمد عوض بن مبارك. أهلا بك دكتور أحمد. أهلا ومرحبا. أهلا وسهلا دكتور أحمد. عداء الإماميين لفكرة الدستور هو عداء قديم جديد، أنت ربما أحد الذين عايشوا هذا الأمر عن قرب. في البداية لو تحدثنا عن تجربتك مع الدستور الجديد الذي انقلب عليه الحوثيون وصالح. والله اعتقد ان المشروع مسوده الدستور الذي تم الانقلاب عليه ابتداء من اختطافي بمسوده الدستور ولاحقا يعني بالاجراءات الانقلابيه الواضحه كان الفكره الرئيسيه هم اعتقد انه التحالف الحوثي صالح ادركوا انه اذا تم السماح لهذا الدستور بصيغته المقترحه ان يمضي فإن ذلك سيقضي كليا على أوهام السلالة وأوهام القوة التي كان يعتقدان بها صالح باعتقاد أنه يمكن السيطرة على الحكم، والحوثيين بما لديهم من دعاوى بقضية الولاية وبحقيتهم في حكم اليمنيين بحكم إلهي. جوهر الدستور ومشروع الدستور، وأعتقد أنه مشروع الدستور استند بدرجة رئيسية على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي اعتقد انه تضمنت نقاط رئيسيه لم تمس فقط طبيعه النظام السياسي ولكن المنظومه كامله بشقيها السياسي والاجتماعي والاقتصادي. معادله جديده تقود الى اقرار المواطنه المتساويه بشكل واضح وتفصيلي، شراكه حقيقيه في السلطه والثروه لكل اليمنيين، ايجاد مراكز حضاريه في اليمن متنوعه تسمح يعني باستيعاب كافه المناطق في اليمن وتغني الثقافات المحليه وتستند لها. لذلك نجد انه في مسوده الدستور هناك حديث حول مراكز قضاء اقليم يتركز فيه الشق القضائي، اقليم اخر يتركز فيه الجانب المالي، اقليم اخر مؤسسات سياسيه. كان هناك نموذج متطور متقدم اسوة بما هو حاصل في كثير من الدول التي المتقدمة او الدول الشبيهة بظروفنا والتي اجتازت تلك المرحلة. لكن وكانت نتاج لفترة طويلة من النقاشات في مؤتمر الحوار الوطني الشامل. اعتقد فقط لو وقفنا على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل في لفريق بناء الدولة وفريق الحقوق والحريات وفريق المستقلة الهيئات المستقلة سنجد ان ما تضمنته مخرجات الحوار في هذا الإطار هي ثورة يعني كبيرة جدا، كانت يعني ستوفر بيئة مناسبة ستسهم في معالجة كثير من المشاكل. طبعا لا ندعي أنه بمجرد إقرار الدستور بتعالج كل قضايا اليمنيين، لكن يعني الدستور القادم كان سيوفر إطار صحيح. طيب دكتور أحمد، حالة الرفض هذه لدى الحوثيين وصالح وربما مخاوفهم من انتهاء حكم السلالة وذهاب الحكم عنهم، هل وأنتم تعملون على الدستور ومخرجات الحوار الوطني هل كان هناك لديكم إدراك وإحساس بهذه المخاوف؟ هل كانت هناك ربما أي إجراءات أو احترازات لأي موقف ربما يصدر عنهم؟ أم كيف كانت الأوضاع الصورة؟ ربما هناك الكثير من المواقف، أنا ربما الآن سأحكي لك عن موقف وصلني من أحد الزملاء، ربما حصل موقف لأحد الزملاء عضو في مؤتمر الحوار الوطني الزميل محمد المقبلي، ربما موقف له مع حسن زيد كان هناك نقاش عن أنه ربما انتهى الحكم من هذه المنطقة، ربما الحكم سيتوزع على باقي المناطق اليمنية، فقال له بالحرف الواحد القاوق لا يلبس، يلبس في الرأس لا يلبس في الرجل، ربما غيرها من الممارسة والتصرفات. ماذا عن الاحترازات؟ لا لا لا, لا, لا أنا, أنا, أنا لدي أمثلة وشواهد كثيرة جدا ومع ليس مع حسن زيد ولكن مع من هو أعلى منه وأكثر يعني تأثيرا. وهذا الأمر بالمناسبة كان واضح لدينا من البداية. أنا أقول أنه هناك أخطاء في المرحلة الانتقالية لكن هناك واقع كنا نتعامل معه، وهذا الواقع هو أنه كان في توازن قوة مختلف في الميدان، كان في هناك مشروع قادم للمستقبل يعني تقوده قوة التغيير والرئيس هادي ثم يعني كتلة التغيير في مؤتمر حوار الوطني الشامل الذي مثلت الشباب والمرأة. أكيد. لكن أرجوك دكتور أحمد بدبلوماسيتك المعهودة أرجوك لا تتهرب من ذكر المواقف، مهم أن تذكر المواقف في هذه اللحظة.
سأذكرها بس أنا ما أريد أقوله أنه كان هناك في إشكال، كان يعني ميزان القوة كان واضح أن الرئيس هادي القوى السياسية استلمت ولم تستلم، الرئيس هادي استلم العلم ولم يستلم الدولة، ظلت كل موازين القوى. أنا أتذكر أثناء مؤتمر الحوار، سأذكر لك قصتين فقط. أثناء مؤتمر الحوار أتى أحد أقرب مقربين صالح أثناء المؤتمر محاولاً استقطابي، يعني بالحديث أننا أنهم أغفلوا الشباب في المرحلة الماضية، بأنهم في المرحلة القادمة يعني سيتم استيعابنا، ويتحدث كأنما نحن قادمون بهذا المنطق. ف يعني كنت حدي في ردي عليه، فقال انتم مصدقين نفسكم؟ يعني هل تعتقدوا الان انه انتم ستحكموا؟ هل تعتقد انه هذا الحوار، هذا في الشهر الثالث او الرابع للحوار، هل تعتقد انه يمكن لهذا المشروع الذي تحدث عنه ان يمضي؟ هل تعلم ما لدينا؟ وبدا يعدد لي الوحدات العسكريه والمحيط القبلي، المحيط في صنعاء، والقدرة على أخذنا واحد واحد يعني من منازلنا، وكان يتكلم بهذه اللغة. وهذا قائد سياسي وعسكري كبير كان لدينا في مؤتمر الحوار، وهو أحد الأذرع الأمنية على عبد الله صالح. ثم تحدثت مع الأخ الرئيس حول هذه القضية، وكان مدركا لهذا الأمر، قال لي صحيح نحن لدينا المشروع والحلم، وهم لديهم القوة، علينا أن نمضي في هذا المشروع قدر استطاعتنا. أنا حتى لما كلفت من الأخ الرئيس للذهاب إلى أبوظبي لاستعجال لجنة صياغة الدستور في استكمال هذه المرحلة، وكان يقول لي يجب أن نستكمل الدستور قبل أن نغتال، كان يقول لي بالنص اذهب واحرص على الاستعجال في المرحلة وتأجيل ما يمكن تأجيله، ويجب أن يخرج الدستور قبل أن يتم اغتيالي. كان هذا الأمر واضح، وكنا ندرك أنه يعني أنت تعرف لما الرئيس تم محاصرته، الحرس الرئاسي اللي يفترض تبعه لم يدافع عنه أحد، كان هناك تغول كبير، كان هناك، ومع الأسف كذلك أنا أقول لك مسؤولية كل القوى بما فيها القوى السياسية اللي اشتركت بالحكومة بعد ثورة التغيير، انشغلت بنفسها، انشغلت بكثير من القضايا على حساب إيجاد يعني واقع جديد في الأرض. كان صعب، ليس سهلا، لكنه يعني كان يجب ان توجد واقع جديد، لكن الفتره كانت قصيره، حجم التآمر كان كبير، مخزون القوه المتراكم لفتره طويله جدا كان اكبر من 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 من, من قدرتنا. لذلك عندما شعروا ان الامر، والذي كان يتكلم عنه الرئيس دائما انه يجب اخراج المشروع قبل اغتيالي، عندما وجد انه سيخرج قرروا القيام بهذه الخطوة لإيقاف هذا الحلم. لكن أنا أقول لك أنه مشروع الدستور، مفهوم الدولة الاتحادية، وكل ما تحدثنا عنه، إذا كان عدد المؤمنين فيه ونسبتهم قليلة كانت قبل هذا العمل الانقلابي، أنا أعتقد أنه اليوم أصبح متجذر في نفس كل يمني، في كل قرية، في كل مدينة، أصبحت هذا الامر اصبح يعني طيب. دكتور احمد، في العشر الايام التي تم اختطافك فيها من 17 يناير 2015 حتى 27 يناير، هل دارت معك نقاشات من قبلهم عن الدستور؟ ماذا كان الحديث؟ ما الذي استشفيته منه؟ انا تهمتي الرئيسيه كانت اننا مهندس الدستور، اننا مهندس، او طبعا لا يقول مهندس، انا المتآمر في تقسيم اليمن، لاننا اسعى الى 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 تقسيم اليمن من خلال الاقاليم. كان في حديث كبير جدا حول هذا الامر، وكان دائما ما يتم الحديث باعتباره مشروع خارجي تآمري غربي، دفعت لنا فلوس حتى يعني، وكنت اجادلهم في هذا الامر. انا يعني كانت هناك لقاءات مطوله مع كثير منهم من قياداتهم، يعني ونقاش مطول. انا بالمناسبه قرات الملازم حسين بدر الدين الحوثي كلها اثناء فتره الاعتقال، لان انا كنت اناقشهم وكان يقولوا لي هذا موجود في الملازم، كنت اقول لهم جيبوها، وكنت اقراها واكتشف كم تحمل من فكر يعني طائفي. اقول كيف ضحكتوا علينا في مؤتمر الحوار، تتحدثوا عن رؤيه سياسيه، تتكلم عن دوله مدنيه، وما موجود في هذه الملازم يعني شيء لا يمكن تطبيقه في اليمن، ويقسم اليمن على اساس طائفي، ولا يمكن فرضه مطلقا في اليمن. فكانت تدار حوارات كثيره معمقه، كان ياتوا الساعه 2 في الليل يصحونا يعني بطريقه معينه يزعجون فيها بالقوه، وحتى يناقشوا معي هذه الافكار، وهناك تحقيقات مطوله مسجله لديهم اكيد.
طيب دكتور احمد، في دكتور احمد في سؤال اخير. كان جوهرها رفض كامل ومطلق لمفهوم ومشروع الدولة الاتحادية. طيب سؤال اخير، الدولة الاتحادية، مشروع الدولة الاتحادية التي يناضل من اجلها الرئيس عبد الرب منصور هادي ومسودة الدستور ومخرجات الحوار الوطني، هل ما زالت قابلة للتحقيق الآن؟ هل ما زالت مناسبة للوضع بعد كل هذه التغيرات وما حدث من حرب وتبعات؟ أم ربما قد يطرأ عليها تعديل؟ هل هي مناسبة لهذه اللحظة من تاريخ اليمن؟ هل هي في كل الأحوال، يعني حتى قبل الانقلاب كانت مشروع، كان سيخضع للنقاش في إطار الهيئة الوطنية لمخرجات الحوار، كان يناقش في إطار لجنة سياق الدستور، كان سيطرح على الاستفتاء للناس، كان تتأخذ ملاحظات الناس يعني من خلال يعني مرحلة 3 أشهر أولية نستمع لها لملاحظات الناس، ثم سترسل للهيئة الوطنية، ثم لجنة صياغة الدستور. كان هناك مرحلة يعني من الإجراءات التي كانت ستتيح لكل اليمنيين الإدلاء برأيهم بإعطاء موافقتهم، ثم من خلال الاستفتاء الشعبي العام سيتم الموافقة على هذا الدستور. أنا قناعتي الشخصية أنه يعني وكما أقول أن الدستور هي مسودة الدستور التي يجب إقرارها يعني والتي قد تحتمل تغييرات هنا وهناك، لكن في أساسها، في فكرتها الأساسية، في الأسس التي قامت عليها مسودة الدستور، أعتقد أنها صالحة، بل أعتقد أنها أكثر بعد كل ما حصل هي الرابط الوحيد الذي يمكن. طيب أن بعد كل ما حصل دكتور أحمد، هل تعتقد أنه الرافض لهذا المشروع فقط الآن في هذه اللحظة الحوثيين وصالح، أم ربما هناك قد تكون أطراف أخرى رافضة لهذا المشروع الآن؟ شوف أنا أي طرف طالما يرفض هذا المشروع سلميا ويعبر عن رفضه سلميا ويتبع الإجراءات السليمة في الإدلاء برأيه وطرح مشروعه الآخر، أعتقد ليس لدينا مشكلة في هذا الأمر. مشكلتنا الرئيسية مع الحوثي وصالح عندما استخدم السلاح ضد اليمنيين وحاول فرض إرادته الجزئية على إرادة المجموع. في أي مشروع قادم لليمنيين، أي رأي آخر مهما كان هو رأي محترم ويجب مناقشته ويجب الوصول إلى توافق معه. نختلف معه في قضيتين فقط، عندما يدعي أن هذا الرأي هو يمثل كل اليمنيين، وعندما يحاول اللي هو رأيه المعارض، وعندما يحاول أن يفرض رأيه المعارض علينا بقوة السلاح، هنا سنقف ضده. الحرب أفرزت الآن أطراف لديها سلاح الآن ربما. ما أنا أقول أنه يجب أن نعلم جميعا أنه لا يمكن مطلقا لأي طرف مهما كان أن يفرض حل باستخدام السلاح، ولا يمكن لأي طرف بما فيه نحن أن يدعي أن ما لديه هو الحق المطلق، وأنه هذا لا، هناك نواميس لهذا الأمر، هناك آليات محددة تم التوافق عليها وطنيا وإقليميا ودوليا، هناك هيئات محددة من خلالها يتم مناقشة أي أفكار من خلال هذا الأمر. بالتأكيد سنعود مرة ثانية إلى مسودة الدستور وسنستوعب أي ملاحظات تحقق مزيد من التوافق وسنمضي مقدما، لكن أعتقد أنه الفكرة الرئيسية التي يقوم عليها هذا المشروع والتي انمست سينهار هذا المشروع هو فكرة الدولة الاتحادية. أشكرك جزيلا دكتور أحمد عوض بن مبارك سفير اليمن لدى الولايات المتحدة الأمريكية، كنت معنا من نيويورك. أعد ضيفي من فرنسا الباحث في القانون فؤاد عامر. أستاذ فؤاد أهلا بك مرة أخرى. أستاذ فؤاد أستاذنك فقط بأن نذهب إلى فاصل ومن ثم نعود لاستكمال النقاش معك، وإذا كان لك من تعليق على حديث سفيرنا في واشنطن. فاصل ومن ثم نعود لاستكمال هذه الحلقة من المسالم.
جديد، أهلا بكم إلى هذه الحلقة من برنامج المساء اليمني. يعود لضيفي من فرنسا الباحث في القانون فؤاد عامر. أستاذ فؤاد، إذا كان لك من تعليق، وأيضا باعتقادك ما الذي أزعج الحوثيين لهذه الدرجة من مخرجات الحوار ومشروع مسودة الدستور؟ هو بالنظر إلى مضامين مخرجات الحوار الوطني ومسودة الدستور، نستطيع أن نقول أنه لأول مرة منذ 5000 عام، هو تاريخ الاجتماع المدني لليمنيين، التقى يمنيون بصورة ديمقراطية أجل تحديد شكل مستقبلهم، شكل اجتماعهم المدني، شكل دولتهم القادمة. وهذا كله يعني حصل عن طريق هذه المخرجات ومسودة الدستور، وبالتالي كانت سابقة تاريخية كبيرة. للأسف تعرضت للانتكاسة، لكن أعتقد أنه بعد الانتكاسة هذه ستعود مرة أخرى الفكرة والمشروع والحلم بشكل أكبر. طبعا مضمون مخرجات الحوار الوطني، المضمون الأساسي لها هو أنها جاءت بفكرة تغيير شكل الدولة، شكل الدولة البسيطة إلى الدولة الاتحادية والدولة الفدرالية، وهذا الطرح هو يتناسب مع الواقع السياسي والاجتماعي وأيضا التاريخي لليمن. لاحظ أن الشعب اليمني صحيح أنه ليس مجزأ عرقيا بشكل كبير، وليس أيضا ليست لا توجد فيه اختلافات وتباينات دينية كبيرة على نحو ما هو موجود مثلا في الشرق العربي أو في بعض الدول، لكن هناك أيضا تنوع ثقافي كبير، هناك ما يمكن أن نسميه هناك هويات أو ثقافات فرعية غنية، هذه لا يمكن استيعابها إلا بدستور وعقد اجتماعي يسمح بشكل من أشكال يعني ممكن أن نقول الحكم التشاركي بنفس الوقت الحكم الذاتي. طيب إلى أي حد هذا المشروع كان إلى أي حد كان هذا المشروع ينصف الحوثيين، وأيضا هو مناسب لحل جزء كبير من مشاكل اليمن؟ أعتقد الحل هو الحل الفيدرالي، كان حلا مناسبا، وقد شارك فيه الحوثيون حتى اللحظة الأخيرة، حتى فترة التوقيع، يعني حتى إعلان لحظة إعلان مخرجات الحوار الوطني، هم كانوا متوافقين، كانوا موجودين، لكن هناك رغبة في السيطرة، هناك فكرة مركزية الحكم في منطقة معينة ولدى مذهب معين لدى هذه الكمال، وعن طريق تحالفاتها القبلية والعصبويات القبلية استطاعت أن تحشد، أن تخوف حاضنتها الاجتماعية، وأن تحشد هذه القبائل وهذه المكونات والعصبويات ضد الإرادة الغالبة للشعب اليمني، رغم أن الدستور قدم ضمانات ربما تتناقش. كانت الفكرة أنها ليست إلا مجرد مسودة دستور، يعني هناك بعض ملاحظات كثيرة على الدستور يمكن تم نقاشها ما بعد حين تطرح للاستفتاء قبل أن تطرح للاستفتاء، لكن الفكرة هذه هي فكرة أن الفيدرالية متناسبة مع تنوع الشعب اليمني، متناسبة مع الثقافات الموجودة، هذه الثقافة الفرعية والهوية الفرعية هي إغناء وإثراء، والدول المتقدمة الآن تحرص من خلال برامج الهجرة، من خلال استقبال الناس والكفاءات، تحرص على أن يكون هناك تنوع كبير في النسيج الاجتماعي والثقافي والعرقي والديني في داخل مكوناتها. نحن بعد ما حدث الآن، بعد ما حدث 3 سنوات حرب، ما هو مستقبل هذا المشروع من وجهة نظرك؟ مستقبل هذا المشروع لا يوجد، هذا مشروع، هذا حلم، هذا المشروع الذي جاء نتيجة ثورة فبراير هو استمرار واستدراج للثورات التي حصلت من قبل لمشاريع الإصلاح، ونحن كما قلنا أن الإصلاحات يعني لا تأتي ثورة كما ثورة أكتوبر أو 48 أو 10 فبراير، لم تأتي هذه الثورات إلا بعد أن عجز الإصلاح عنها. يعني الآن حتى في حرب 94 كان هنا حرب 94 هي جاءت انقلابا على وثيقة عاهلها دولة الاتفاق التي اقترعت أيضا حلا شبيها بالحل الفيدرالي يقوم على أساس إعطاء المناطق والمحافظات سلطات واسعة وعدم تركيزها في منطقة أو في عاصمة معينة محاطة بنسيج قبلي، من خلاله يتم السيطرة على السلطة وأيضا السيطرة على مفاتيح الثروة، وهو ما يجعل أن هناك فئة معينة أو جماعة معينة هي المستفيدة، وجماعة صغيرة مستفيدة من محاصيل الدخل والثروة الوطنية واستبعاد قطاع كبير جدا من الشعب. فهل
الحل ليس لدينا الا حل الا هذا الطريق الذي رسمته مخرجات الحوار الوطني ومسوده الدستور. طيب يمكن النقاش بعد ذلك على التفاصيل، يمكن طمانه هذه الجماعات. طيب استاذ فؤاد، ما هي مخاوف الان تطبيق الحل الفيدرالي او ما يعرف بمشروع اليمن الاتحادي؟ هناك نوع من التشويه للمفهوم الفيدرالي ويتورط فيه كثير من المثقفين العرب وحتى المثقفين اليمنيين ووسائل الاعلام الكثيره التي تنظر الى الفيدراليه او الدوله الاتحاديه، النموذج الاتحاديه، على اساس انه مدخل للتقسيم. هذه الطروحات ليست موجوده فقط في اليمن، وإنما موجودة أيضا، تطرح الآن في سوريا، تطرح في العراق، تطرح في السودان، تطرح في أكثر من مكان، باعتبار أن الفيدرالية هي شكل من أشكال توزيع السلطة، من أشكال التوزيع الرأسي للسلطة، مثل مبدأ الفصل بين السلطات الذي هو توزيع أفقي ما بين السلطات إلى سلطة تشريعية وسلطة قضائية وسلطة برلمانية. طبعا الفيدرالية تحدث نوع من التوزيع الرأسي للسلطات، تعطي صلاحيات كبيرة للولايات الفيدرالية، للمدن. هذه الصلاحيات تمتص جزء كبير من الاحتقان على السلطات المركزية، وليس أمامنا إلا هذا الحل، لأنه هذا من خلال هذا المشروع سيتم إعادة ترميم النسيج الوطني المهترئ الذي حصل اليوم. لن يكون هناك سبب لمنطقة مثلا لأبناء تعز أو أبناء الضالع، معكم الآن ولاية قم، معكم سلطات كبيرة، لم يبقى لدى السلطات المركزية في العاصمة غير سلطات محددة، وبالتالي إذا أردتم أن تلوموا أن تقوموا بثورات، أن تلوموا أحد، لا تلوموا منطقة معينة، لا تلومون مذهب معين، لا تلومون منطقة جغرافية معينة، لوموا أنفسكم، ابحثوا عن الحل وعن الحلول في نطاق جغرافيتكم، مناطقكم التي تقومون انتم بادارتها. طيب استاذ فؤاد، ما يحدث الان في المناطق المحرره من قبل اجراءات تتم الان، هل هي البدايات لتطبيق هذا المشروع؟ هل نحن على الطريق الان؟ هل سلطات الرئيس هادي بدات بتنفيذ هذا المشروع ربما بخطوات عمليه؟ للأسف لم يحصل هذا الشيء، يعني هناك انتكاسات كبيرة. التجربة تقول أن ما يحصل في عدن، ما يحصل في تعز، ما يحصل في مناطق الجنوب يعني لا يعكس لحد أنت أصلاً. هناك إشكالية قانونية أو دستورية، أنت بحاجة إلى غطاء عندما تبدأ بممارسة هذا الحل الفيدرالي، يجب أن يكون له مشروعية دستورية، والمشروعية الدستورية لن تأتي إلا بعد حصول الاستفتاء، هذا من ناحية قانونية. لكن كان بالإمكان للحكومة الشرعية أن تقوم بسحب البساط من تحت القوى الانقلابية التي تقوم بتشويه الحل الفيدرالي ومحاولة هذا من خلال الدعاية المستمرة. انظروا إلى النموذج الذي اقترحه هذه أو اقترحته حكومة الشرعية في المناطق المحررة، هناك كثير من المشاكل، هناك عدم استقرار، يعني مع بعض التحصر الملحوظ في داخل عدن، لكن بشكل عام هناك الدولة لا تؤدي خدماتها، القضاء لم يأخذ بعد دوره في المناطق المحررة، لم يحصل انعقاد للبرلمان بشكل او باخر، هناك عدم كفاءه في اداره الشان الحكومي والسيادي للدوله في المناطق المحرره. لو كانت الدوله قد قدمت هذا النموذج كانت ايضا ستكتسب شعبيه كبيره ايضا في المناطق التي ما زالت تحت سيطره الانقلابيين، لكن هذا الامر لا يشجع. الدوله الحكومه الشرعيه لم تستطع حتى الان القيام بمهام اداره السياسه الماليه والنقديه للدولة خلال عدن، لم تستطع حتى الآن إعادة تشغيل كافة المؤسسات السيادية في العاصمة المؤقتة عدن، لم تستطع أن تبني أجهزة استخباراتية وأمنية بكفاءة بحيث أنها تحل محل القوات الإماراتية والخليجية المتواجدة في المناطق المحررة. هذا يعطي كثير من الظلال من الشك، ليس فقط في الداخل وإنما أيضا في الخارج. الخارج حينما يقيم الأمور ويبحث عن تسوية سياسية، لأنه يرى هناك هذه نقطة سأعود للنقاش معك فيها، لماذا هذا الشك في قدرته على إنفاذ هذا المشروع الحلم؟ أشرك معنا في النقاش الأستاذة نادية عبد الله، عضو مؤتمر الحوار الوطني. أهلا بك أستاذة نادية. أهلا بكم أستاذة نادية. هل الفيدرالية أو مشروع اليمن الاتحادي هو الحل الأمثل لمشكلة اليمن حتى بعد الحرب وما حدث خلال 3 سنوات؟
طبعا اولا اقول كل عام والشعب اليمني بخير بمناسبه ذكرى ال55 لثوره 26 سبتمبر الثوره الام والثوره العظيمه التي حررت اليمنيين من الاماميه المقيته. وايضا اقول بهذا اليوم ذكرى وفاه المناضل الكبير الرمز والقيادي جمال عبد الناصر الذي كان له دور للمصريين والشعب المصري في تحرير اليمن يعني رحمة الله عليه، وعلى جميع شهداء المصريين الذي قدموا حياتهم من أجل في دورة 26 سبتمبر. بخصوص الدولة الاتحادية، طبعا أعتقد بعد هذه الحرب الطويلة التي حصلت في اليمن بعد الانقلاب وما قام به صالح والحوثي في اليمن، أعتقد أن الأقاليم كانت سابقا على الورق، أما اليوم فقد عمدت بالدماء. اليوم لا أعتقد أنه في المستقبل بعد انتهاء الحرب أن هناك سيقبل مثلا أبناء أقليم الجنت بعد كل هذه الجرائم التي قام بها الحوثي وصالح في تعز أن يقبلوا أن يحكموا مرة أخرى بشكل مركزي كالسابق من صنعاء، ولا أظن أن أبناء عدن سيقبلوا بذلك، ولا أظن أبناء أقليم سبا وكل الأقاليم التي تتعرض اليوم الذي قدمت الدماء والتضحيات أن يعودوا إلى الحكم المركزي كما كان سابقا قبل حدوث الإنقلاب. فأعتقد أن الأقاليم هي الحل الوحيد اليوم، هي التي ستعمل على إعادة النسيج الاجتماعي من جديد. البعض قد يقول أستاذ نادي أنهم ربما لن يقبلوا مرة أخرى بالحكم المركزي من صنعاء، لكن هل سيقبلوا بمشروع اليمن الاتحادي؟ لا 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 خيار لدينا نحن، يا إما أن التمزيق، أن تذهب البلاد إلى التمزيق والانهيار وينتهي الوطن، أو نذهب إلى الاتحادية لأنها هي الحل الوحيد وهي الحل الأمثل. أي دولة تريد النهوض، أي دولة تريد البناء، لا يمكن أن تبني بظل حكم مركزي شديد. كل الدول التي نهضت هي كلها دول نهضت بالحكم اللامركزي، بالحكم الأقاليم، هي إعادة توزيع الثروة والسلطة للجميع، اتجاه جميع كل أبناء إقليم يتجه لبناء إقليمه. هذا هو الحل الوحيد الذي أمام اليمني، لا يمكن أن يكون هناك حل آخر، خاصة بالذات اليوم، بالذات بعد هذه الدماء كلها. هل سيطبق المشروع بمسودته الأخيرة، أم ربما تعتقد أنه قد تطرأ عليه تغييرات بعد ظروف الحرب والمتغيرات التي حصلت؟ قد تطرأ بعض التغييرات على شكل الأقاليم، قد نتوقع هذا إذا دخلت القوى السياسية في حوار واعترضت بعض الأقاليم على أو اعترضت بعض القوى على تشكيلة بعض الأقاليم، ولكن بشكل عام لا أعتقد أنه سيحدث تعديل كبير على موضوع الدستور، وأعتقد أنه سيذهب بهذه المسودة في حالة إذا تحررت البلاد وصدق التحالف في تحرير البلاد وعودة الشرعية من جديد. أشكرك جزيلا أستاذ نادي عبد الله، عضو مؤتمر الحوار الوطني. أعود لضيفي من فرنسا الأستاذ فؤاد عامر الباحث في القانون. أستاذ فؤاد، لماذا التشكيك بقدرة هذه السلطة الحالية الآن لإنفاذ هذا المشروع الحل، مشروع اليمن الاتحادي، وأنت ربما ربط ذلك بعجزها عن تشغيل مؤسسات الدولة وأيضا أمور أخرى؟ هو ليس تشكيك، هو هذا الواقع، يعني نظرة إلى ما يحصل في المناطق المحررة، نظرة إلى ما يحصل في تعز، نظرة إلى ما يحصل في الجنوب، في عدن، عجز الدولة عن إدارة، عن تسديد الرواتب، عجز الدولة عن بناء المؤسسات، هذه كلها يعني معطيات على الأرض ليست دعاوى. طيب استغل الدقيقة الأخيرة في العودة بك إلى السؤال ونقطة كنت أشرت إليها، موضوع تجريم الحوثية كحركة أفسدت في البلد لقرون طويلة، إمكانية ذلك؟ هذا في الدستور الجديد، نحن قلنا أنه في مسودة الدستور الجديدة يجب أن تخضع لنقاش. هناك كثير من المفاهيم الحديثة الدستورية الحديثة أهملت في مسودة الدستور الحديث، يعني مثلا الجانب المتعلق بتجريم استخدام الدين في الجانب السياسي، تجريم الهاشمية السياسية، تجريم تمديد الدستور وفقا لإرادة الحاكم الحالي، تجريم توظيف الأقارب في الوظائف العسكرية، لازم أن يكون هناك فقرات تنص على عدم جواز تمديد الفترات الرئاسية بأي شكل، هذه المادة تبقى ثابتة ولا يتم تغييرها بأي صيغة دستورية قادمة. هناك كثير من المبادئ الدستورية أفصل يعني التحديد الدقيق لوظيفة الجيش والمؤسسة العسكرية وتحديد علاقته مع بقية المؤسسات، هناك ثغرات كثيرة في مسودة الدستور الحالية يمكن تلافيها في مسودة الدستور الجديدة، هي لكن بشكل عام الخط ربما أنت أشرت إلى الأهم قد رسمها اليمنيون. نعم
أشكرك جزيلا أستاذ فؤاد عامر الباحث، أشكرك جزيلا أستاذ فؤاد عامر الباحث في القانون، وربما تكون لنا لقاءات أخرى للحديث حول هذا الموضوع. شكرا جزيلا لك، كنت معنا من فرنسا، وأيضا الشكر موصول لسفيرنا لدى الولايات المتحدة الأمريكية الدكتور أحمد عوض بن مبارك، كان معنا من نيويورك، وأيضا للأستاذة نادية عبد الله عضو مؤتمر الحوار الوطني. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من المساء اليمني، وربما هي الحلقة الأخيرة للملف الذي خصص للاحتفاء بالذكرى 55 لثورة 26 سبتمبر. سبتمبر مجيد، وكل عام وأنتم بخير، في أمان الله.